ميكرو تكوميك مع فريد، خرجنا للشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس واش كيعرفوا الطالبان. الا بغيتوا تعرفوا الناس واش كيعرفوا الطالبان خليكم معنا بكل تواضع. بغينا نسولوك اييه واش كتعرف الطالبان؟ نعم اييه. فين كاينين؟ ايوا دوك الناس اللي هما كيتكرفسوا على الناس وكياديو الناس راه معروفين، راه معروفين على الساحه ديالهم طالبان بكل تواضع. اه معروف كيتكرفسوا على الناس. كيتكرفسوا على الناس. علاش من طالبان كتهضر عليه؟ داك الطالبان اللي هما دايرين دوك الحايه ودايرين دايرين اللحيه. انا كندوي لك على الطالبان ديالنا حنا اللي كتافوك الجميل وكيقول لك عطيني واحد درهم، كيطلب درهم من عندك. هادوك اكثريه، هادوك هما الطالبان. اكثريه ديال بصح، ديال بصح وموجودين، هادوك موجودين بكل تواضع. كيتنصبوا وكيتنصبوا على الناس. كيتنصبوا على الناس. كيتنصبوا على الناس. تحياتي ليك. بغينا نسولوك اخويا. مرحبا. بنتي لينا دير اللحيه. مرحبا. كتعرف الطالبان؟ كاينين جوج طالبان، طالبان اللي في الزنقة وداك الشيء، وطالبان اللي تتعداو على بنادم الحياة. حنا بجوج، كتعرفهم بجوج؟ كنعرفهم بجوج. واش دار لك هذوك اللي الطالبان اللي كيمدوا يدين؟ اش دار لك فين؟ ما بلانش هذاك الشيء. ما بلان ما والو؟ لا ما بلان ما والو، خرج قلب على راسك خدم. إلا كانت ناقصك يدو لرجل ديك الساعة دير طالبان ولا طاليكان اللي كان. إلا كانت ناقصك رجل ولا ليد بكل تواضع. بكل تواضع. والطالبان الآخرين اش كتقول لهم؟ والله يهديهم والله يغفر لهم. الله يغفر لهم. الله يغفر لهم بكل تواضع. بكل تواضع. تحياتي ليك. الله يحفظك. الله يغفر لك حتى. الله يغفر لك. ولينا كاملين. بغيت نسولك. اييه مرحبا. ربي مسالي بعدا تاعي. انا مسالي. دخلني عليك بالله. والله. بكل تواضع. بكل تواضع. واش كتعرف الطالبان؟ لا ما عرفتهمش. الطالبان ما عرفتيهمش؟ لا ما عرفتهمش. اشوفوك انا اشوفوك. والله ما عرفتهم. ما عرفتيش كاع الطالبان؟ لا. كاينين الطالبان خدم دماغك كتعرفهم. ما عمرك سمعتي عليهم؟ ما عمرك تفرجتي فيهم؟ افغانستان. افغانستان. انا كندوي لك على الطالبان ديالنا حنا اللي كتلقى قدو قد رموكو وكيقول لك اعطيني درهم. كاينين هذوك موجودين. كاينين بكل تواضع. بكل حريه. بكل حريه. كاينين. كتعرف هذوك الطالبان بعدا؟ كنعرفهم كنعرفهم. وشي ميساج ليهم؟ وكنقول لهم الله يهديهم، بحال دابا مثلا اللي باقي صغير باقي سميتو بصحته يمشي يخدم على راسه. ما يديرش طالبان. ما يطلبش. ما يمدش يدو. ما يمدش يدو كاع. بكل تواضع. بكل تواضع بكل حريه. تحياتي لك. بغينا نسولوك واش كتعرف الطالبان؟ طالبان اخا فما مشيتي راه كتلقاهم. فما مشيتي تلقى الطالبان؟ فما مشيتي. فين اين بلاصه؟ والقنت اللي قال لي اللي قال لك دماغك هنا هنا فما مشيتي اخويا كتلقاه. فما مشيتي كاين الطالبان؟ طالبان فما مشيتي. في الطوبيسات. في الطوبيسات. الطاكسيات في الحلاق فما مشيتي كتلقاهم. وكتلقى شي طالبان شي واحد مد يدو قدو قد سي مرموك. كاين كيقول لك اعطيني درهم. اعطيني درهم قادر يطويك هذا، ولكن انت هذاك ماشي خوف، ماشي خوف باش كتعطيه، كتشوف حتى كتعيا كتقول الله يسد العوان، ما لاقيش السكين فين غادي يلقى هذه الخدمه، كتجبد اللي قسم الله كتعطيه لي. كتعطيهم لي بكل تواضع. ماشي بالحريه ديالي ماشي. ودوك الطالبان الاخرين ما كتعرفهمش؟ ما كنعرفهمش، ولكن كتسمع عليهم شي حاجه. لا لا من حاجه بكل تواضع. شي حاجه خايبه وزوينه ما علاش الله فارق لينا ريوس باش تكون واحد كما كتقدرش تعرف هذا على هذا. قول لي واش كتعرف الطالبان؟ لا ما بكل تواضع. الطالبان كتعرفهم؟ والله ما خير. راه كاينين جوج ديال الطالبان. اش من جوج؟ كاينين جوج ديال الطالبان. شكون اللي كتعرف فيهم نتايا بكل تواضع؟ الطالبان اللي كتعرف شكون هما؟ الطالبان ما عرفتش نقول لك. ما عرفتيش الطالبان؟ لا ما عرفتش. دابا راه كاينين جوج انواع ديال الطالبان عندنا. دابا اسميتو كاين ديال سويسرا. سويسرا؟ كاينين الطالبان ديال سويسرا. اييه كاين ديال بجعد وديال بن حمد. كاينين ديال وطزم بكل تواضع. ياك انت واش قد الطالبان ما كاينين الطالبان عندنا؟ عندنا الطالبان. وحنا كنهضروا على دوك الطالبان اللي كيمدوا يديهم كتلقاه قدو قد الحتروف وكيجي كيقول لك اعطيني شي درهم. وبحال هذوك خاصهم خاصهم العصا. خاصهم العصا هذوك. خاصهم التربيه ماشي لا في الرجال ولا في العيالات ولا في الدراري. هذوك الطالبان. هذوك ماشي الطالبان، هذوك الخضيه هذوك. الخطيه هذوك. الخضيه ديال الدوله. الخطيه بكل تواضع. تحياتي ليك. تحياتي ليك. خوتي خواتاتي العزاز كما شفتوا سولنا الناس واش كيعرفوا الطالبان كل واحد اشنو قال في الجواب ديالو، ولكن حنا كنتسولوا في الحقيقه على دوك الطالبان اللي كتلقاه قد رموك كيقول لك اعطيني شي درهم بكل تواضع. تحياتي ليكم.